يعني كتبته وكأنه انفراد. كهربا بيطلب من النادي الأهلي أنه عايز عرض خليجي للرحيل عن الفريق في يناير القادم. يعني الموضوع اتغير دلوقتي، بدل عروض محلية بقت عروض خليجية. فطبعا أمر عادي تماما من الصحة، مفيش هذا الأمر تماما، وكهربا كان موجود وبيتمرن بشكل كويس، مفيش أي مشكلة خالص بخصوص هذا الشأن يعني.